لقد أتى مع بعض حبات الإجاز. أين عصيري؟ هل تركته في المطبخ؟ أنا أنسى الأشياء أحياناً. وفي حتى الإجاز. أين ذهب الإجاز؟ هل أكلته يا وفي؟ أجب، هل أكلته؟ إذن أين ذهب؟ وفي، إذن أنت من أكل الإجاز. أنت كلب مشاغب، سأضع هذا عالياً، هكذا لن تستطيع أن تأكله. لا مزيد من أكل طعامي يا وفي. وفي، إنه فعلاً يريد الكعكة، تبدو فعلاً لذيذة. انظر، حتى أوكي يريد القليل. رائع، كعكتك بقيت هنا كتكون، لا يمكنك الاقتراب منها، أليس كذلك وفي؟ أحدهم أكل قطمة من كعكتي، مؤكد أنت من فعل هذا يا وفي؟ لست أنت؟ إذن من؟ أوكي، هذا أنت، هناك كريمة على فمك. كونوا متفاهمين أكثر مع حيواناتكم الأليفة، ليست جميعها طبعاً. مرحباً كتكون، إلى ماذا تنظر؟ واو، ما أجمل شاطئ البحر. حان وقت النوم، عليك الذهاب أيضاً إلى النوم أوكي. سأخذك إلى الشاطئ غداً. تصبح على خير. تصبح على خير أوكي، أحلام سعيدة. أوكي، أتحلم بأنك تسبح في الشاطئ؟ تبدو بأنك مستمتع. يا إلهي، من أين أتت هذه السمكة الفخمة؟ لا تبدو لطيفة. أهرب أوكي. لا، أوكي المسكين. أوكي، استيقظ، سنذهب إلى الشاطئ الآن. ماذا؟ ألا تريد أن تذهب؟ ولكنك أردت ذلك البارحة. ماذا حصل لك يا أوكي؟ لحظة، لقد فهمت الأمر. مرحبا أوكي، لدي صورة للبحر. أكيد أوكي يبدو سعيدا. يا إلهي، أليست هذه السمكة الفخمة التي رأيتها في حلمك؟ الحيوانات الأليفة تشعر بالخوف من الكائنات المشابهة لنا، من الضروري أن نضع أنفسنا في أماكنها بعض الأحيان. مرحبا كتكون، ماذا لديك هناك؟ انظر وفي، إنها زهرتي البلاستيكية الجديدة، ألا تبدو وكأنها حقيقية؟ أكيد هذا بيني. أهلا بيني، سأحضر لك بعض البوظة. حسنا، سأعود بعد قليل. ها هي بوظتك يا بيني. ماذا حصل لزهرتي؟ هل أنت من كسرها وفي؟ لست أنت؟ أين بيني؟ هل هرب لأنه كسر زهرتي؟ حسناً، سوف أكل بوظته. ها قد أتى بيني. فهمت، ولكن لماذا انكسرت بسهولة؟ ألا تعتقد أن ذلك بسبب وفي؟ بيني هو الفاعل أكيد. وفي، ماذا تفعل؟
لا يمكنك تناول هذه، إنها بلاستيكية. كلب مشاكس. وفي. إذن وفي هو من قام بذلك، كلب مشاكس. الأشياء لا تبدو كما هي في البداية، لا تظلم الآخرين. مرحبا أيها الصغار. ولكن سأنتظر وفي، سنذهب لشراء الكعك. أتى الأستاذ رونالد وسأل من ترك الباب مفتوحا فأغلقه. يا إلهي، كتكون بقي في الداخل. أين وفي؟ الباب مغلق. نسيت أن أحضر هاتفي. ماذا سأفعل؟ ساعدوني ساعدوني، هل يوجد أحد في الخارج؟ وفي، هذا أنت؟ الباب مغلق، لا أستطيع الخروج. هيا وفي. وفي فكر. وفي، هل يمكنك أن تذهب وتحضر الأستاذ رونالد؟ وفي، هل أنت هنا؟ لا، أين ذهب؟ لا أحد يساعدني وأنا بحاجة للمساعدة. يا إلهي، هل أنت جائع كتكون؟ أريد أن أكل الكعك ولن أطعم منه وفي. لحظة، هذا أنت وفي؟ وفي، اذهب واحضر الأستاذ رونالد. نصحه الأستاذ بالتروي. هل هذا أنت أستاذ رونالد؟ أجاب الأستاذ بأن وفي ناداه من الصف. وفي، أنت كلب جيد، شكرا لك، سأشتري لك الكعك الذي تريد. الحيوانات قد تساعد أيضا، عليك أن تمنحها فرصة فقط. أهلا ويلي. سنوي، بالطبع، لا مشكلة. مرحبا سنوي، ها قد أتى وفي. هلا، سنوي ليس عبارة عن مثلجات. هيا يا صغار، حان وقت التسلية. الجو حار اليوم. لا، من الأفضل أن أشغل المكيف حتى لا يذوب سنوي. لا، سنوي يذوب. ماذا سأفعل؟ ماذا تفعل كتكون؟ هل المروحة كافية يا كتكون؟ انظر، ما زال سنوي يستمر بالذوبان. يا إلهي، لا شيء يجدي نفعا، سيصبح سنوي عبارة عن قطرة ماء قريبا. هل تشعر بالحر مومو؟ أوكي، سنوي هنا. لا تقلق، فأنا أفضل شخص يعتني بالحيوانات المدللة. من الضروري إبقاء الحيوانات الأليفة في الطبيعة لأنها ترعاها، فقط كسنوي إنه يحتاج لبيئة باردة جدا. انظر كتكون، لوي، بيني وتايكو جميعهم هناك. مرحبا أصدقائي، ما الأخبار؟ نحن نقرأ الصحف، يقولون أن هناك كسوفاً للشمس غداً. كتكون، ألديك فكرة عن كسوف الشمس؟ كسوف الشمس يحدث عندما يحاول كلب كوفي أن يلتهم الشمس. كتكون، ليس هذا ما يحدث. كسوف الشمس يحدث عندما يأتي القمر بين الشمس والأرض، وعندها تحجب أشعة الشمس. مسكين كتكون، أنت فعلاً بحاجة للقراءة أكثر. كتكون، هناك العديد من المراجع المليئة بالمعلومات كالكتب والجرائد وشبكة الإنترنت،
انظر، توماس يلقي النشرة الجوية، يقول بأن الجو سيكون بارداً جداً غداً. هل تعلم لماذا أصبح الطقس بارداً فجأة؟ مرحباً يا أصدقاء، الجو بارد اليوم، الطقس غريب جداً، أليس كذلك؟ يوم حار ويوم بارد. فعلاً معك حق، أنا أعرف، قرأت عنه البارحة. الطقس بارد بسبب التدفق المفاجئ للرياح الباردة. واو، يبدو الجميع متفاجئاً بكتاكون. أحسنت، عندما تكونون غير متأكدين من شيء ما فقط احرصوا على القراءة عنها كما فعل كاتاكون بالضبط. انظر، توماس يلقي الأخبار على التلفاز، يخبر المشاهدين بالتواصل معه لمشاركته بأي أخبار عاجلة يريدون نشرها. هذا رائع، ألديك بعض الأخبار كاتاكون؟ لدي أخبار أريد أن أنشرها، سأتصل. اتصل كاتاكون بتوماس فأجاب توماس: الأخبار السريعة، ما هو خبرك؟ وردتي أزهرت وتبدو جميلة جدا. فأجاب توماس: أنا آسف، هذه ليست أخبارا. كاتاكون يتصل مجددا فيخبر توماس بأنه أصبح كسولا بعض الشيء. هذه ليست أخبارا كاتاكون. كاتاكون، أما زلت تتصل بالأخبار السريعة؟ كم أنت سخيف، توماس يبحث عن أخبار مثيرة ومهمة. أخبر كاتاكون بيني ولوي بأنه يريد أن يظهر في الأخبار أيضا. ما السريع في الموضوع كاتاكون؟ أوه أخيرا، بسرعة لنشاهد. هذا حدث مهم، هناك غطاء صنبور مفقود في الشارع، على الجميع توخي الحذر والانتباه من المكان. انظروا، ها هو كاتاكون، انتبه من غطاء الصنبور. كان هذا ممتعا، أليس كذلك أصدقائي؟ أجل، الأخبار المهمة تشمل معلومات العالم والمجتمع الذي نعيش فيه، ابحثوا واستكشفوا. انظروا، إنه الافتتاح الأكبر لمطعم ويلي وتوماس، فكانا يناديان: تعالوا جميعاً وجربوا البرجر اللذيذ. برجر لذيذ، برجر لذيذ. بعد 3 ساعات، مرحباً أصدقاء، أين الزبائن؟ لماذا المطعم هادئ؟ لا يمكن أن يسير هذا الموضوع هكذا. تايكو يخبر الجميع بأن مطعم ويلي وتوماس يوزع الوجبات المجانية للزبائن المبكرين. واو، هذا يبدو رائعاً، من الأفضل أن تسرع. مرحباً بني، أسمعت عن الوجبات المجانية أيضاً؟ أهلاً تايكو، أستذهب لمطعم البرجر؟ سمعت أنهم يوزعون الوجبات مجاناً، هيا علينا أن نسرع. بني، أنت دائماً تفكر بالطعام، انتظر تايكو. مرحباً كاتاكون، يبدو أنك الأول هنا. أهلاً تايكو، أهلاً بني، أأتيتم من أجل الوجبات المجانية؟ هل سمعتم عنها في المذياع؟ أنا أيضاً سمعت عنها، ها قد أتينا جميعنا مبكرين من أجل الوجبات المجانية، جئنا مبكرين، لا أستطيع الانتظار، أين الطعام؟ هناك. واو، من المؤكد هناك الكثير من الطعام. المذياع وسيلة جيدة لإخبار الجميع عن خبر ما. أخبار قديمة. صباح الخير كاتاكون، انظر، إنها جريدة، من الممكن وجود أخبار مثيرة اليوم، لنلقي نظرة. هناك سقوط نيازك الليلة، النجوم المنطلقة المدهشة، يبدو هذا مثيرا للاهتمام، عليك إخبار الجميع. أهلا بيني، هل تقرأ الجريدة؟ كاتاكون يتصل،
أسمعت بالأخبار التي تتحدث عن النيازك المتساقطة؟ لماذا لا تأتي الليلة لنشاهدها معا؟ هذا مضحك، جريدة بيني لا تحتوي على خبر النيازك المتساقطة. وفي ذلك المساء، أهلا أصدقاء، هل ينتظر الجميع مشاهدة النجوم المنطلقة؟ أما زلتم تنتظرون؟ يا له من انتظار طويل، لماذا لا تتأكد من فقرة الأخبار مجدداً لوي؟ كتكون، انهض، هذه أخبار البارحة. أو لا كتكون، قرأت أخباراً قديمة، النجوم المنطلقة سقطت البارحة وليس اليوم. عليك الانتباه جيداً كتكون في المرة القادمة. تابع بحرص الأخبار الجديدة، وتذكروا يا صغار أن أخبار البارحة قديمة. يخبر توماس الجميع بأن هناك عاصفة ستقصف المنطقة الليلة، كونوا جاهزين كي لا تشعروا بالبرد القارس. أوه كتكون، تبدو جدياً، من الأفضل أن تذهب وتحذر الجميع. أصدقائي، أسمعتم بالخبر؟ هناك عاصفة قادمة الليلة، يجب أن نكون جاهزين لها. أو لا، لا تبدو خطيرة، ماذا عليهم أن يفعلوا؟ أظن أن علينا أن نكون سوياً، سنكون هكذا بأمان، وإذا ارتدينا الملابس الدافئة سنكون بأمان أكثر، أليست فكرة جيدة؟ مرحبا لوي، يبدو بأنك تحمي نفسك ببدلة البيسبول. أو تايكو، أترتدي ذراعاً واقياً؟ أتعتقد بأن هذا آمن؟ أو انظر، كتكون ووفي قادمان، ما هذا الذي ترتديانه؟ هذا مخيف، يا إلهي، لا يستطيعان الوقوف. أيمكنكم إيجاد شيء ما؟ أيبدو الجو عاصفاً؟ أهلاً بني، لماذا لا ترتدي ملابس دافئة؟ ولكن لماذا؟ لا يوجد برد الليلة، ألم تسمع عن العاصفة؟ أي عاصفة؟ هذه كذبة نيسان، لقد انخدعتم جميعاً. أو لا، لقد انخدعوا جميعاً. أيها الصغار، تأكدوا دائماً من صحة الخبر قبل أن تقوموا بأي شيء. مرحباً كتكون، هل تتكلم مع تايكو على الهاتف؟ ينصح تايكو كتكون بالأشياء اللازمة للتخييم. أولاً سيحتاج إلى خيمة. خيمة؟ لدي واحدة. وفي، هلا أحضرت خيمتي لو سمحت؟ وعليه أيضاً إحضار الكثير من الطعام، الماء والضوء، وسيكون الكثير من المشي هناك. الكثير من المشي؟ لا يبدو هذا ممتعاً. أهلاً ووفي، لقد وجدت خيمتك تكون، تبدو ثقيلة أليس كذلك؟ كيف ستحضرها لكتكون؟ ماذا؟ سوف تلتهمونها؟ كيف ستقوم بذلك يا ووفي؟ يا لك من متهور، سوف تدمرها، عليك أن تسحبها فقط يا ووفي، هيا يمكنك القيام بذلك. احتار كتكون، هل سيذهب إلى التخييم أم لا؟ يبدو أن هناك الكثير من الأعمال للقيام بها، انظر أتى ووفي، واو، إنه يعمل فعلا بجد حتى يحضر الخيمة لك يا كتكون. إذن ووفي لم يكن خائفاً من العمل المتعب، وأنت كذلك. إذن هناك تخييم غداً، رائع، لا تجعلوا العمل المتعب يقف عقبة في طريقكم للاستمتاع، اعملوا جيداً مثل ووفي. يقول كتكون للوي بأنه ذاهب للتخييم غداً، هذا محمس، لا يمكنه الانتظار. تبدو متعباً كتكون،
عليك الذهاب مبكرا للنوم. هيا كتكون، حان وقت النوم. لحظة، لماذا تستيقظ الآن؟ ليس الآن، إنها المرة الخامسة التي تتفقد فيها الحقيبة. جميع الأشياء هنا، سنذهب للتخييم غدا، ألست متحمسا؟ هيا كتكون، حان وقت النوم. مسكين، يبدو متعبا. تصبح على خير كتكون. ماذا الآن؟ أتظن أننا أحضرنا ما يكفينا من الطعام يا ووفي؟ أنت تأكل كثيرا. يا إلهي، ألن تذهب للنوم؟ وصلت الحافلة، لكن أين كتكون ووفي؟ أوه، ها قد جاء. أين كنتما؟ انتظرونا. انتبه انتبه، هذا مؤلم. مسكين كتكون، فاتتك الحافلة. إذا أردت الالتحاق بالحافلة غدا، من الأفضل الذهاب للنوم باكرا الليلة. تذكروا يا صغار، الراحة الكافية في الليل تمكنكم من التألق في اليوم التالي، كما فعل مومو بالضبط. يقول كتكون لوفي عليهما النوم مبكرا حتى لا يتأخر عن الحافلة غدا، ولكنها السابعة صباحا، أليس الوقت مبكرا على النوم؟ الوقت ما زال مبكرا، حتى مومو يشعر بالنعاس. صغاري، ماذا تفعلون في الخامسة صباحا؟ لن تأتي الحافلة إلا بعد 4 ساعات. ووفي لا تنام. يا إلهي، ووفي ينام بسرعة، ويبدو أنك تكون قارب على النوم. ابقى مستيقظا، ابقى مستيقظا. صباح الخير مومو. انظر، وصلت الحافلة. كتكون، استيقظ، لقد وصلت الحافلة. كتكون، ووفي. يا إلهي، فاتتكم الحافلة مجددا. تذكروا يا صغار، المجيء مبكرا كثيرا سيء تماما كما المجيء متأخرا، فقط كونوا في الوقت المناسب. كتكون 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 كتكون، أينما تحل أينما تكون، أينما تحل أينما تكون، صديقا وفيا علما ذوق آداب الفنون، آداب الفنون، آداب الفنون، آداب الفنون. كتكون 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 كتكون، أتعلم منك كل مفيد، وأنت صديق.